السلام عليكم. ده اكزامبل على العناصر او الديفورميشن اللي يحصل في عناصر محمله محوريا عليها اجهاد محوري اكزيلي لودد. ده بار او رد، البار ده ليه كروس سكشنال ارياز مختلفه، البار ده عليه فورس قيمتها هنا شهاد 15 نيوتن، مضغوط من هنا بتو فورسز قيمتهم 4 نيوتن وهنا 8 نيوتن. مع العلم ان اليونجز مودولس للماتيريال اللي موجودة عندي بيساوي 29,000 ميجا باسكال. الديستنسز اللي موجودة هنا، الفورس اللي موجودة عندي هنا دي بالنيوتن، والديستنس دي بالمتر. وبيقول لي ان الكروس سكشنال اريا هنا بيساوي 1 ملليمتر سكوير، والكروس سكشنال اريا هنا بيساوي 2 ملليمتر سكوير. احسب النقطة A هيحصل لها displacement في الاخر قد ايه. طيب الرول اللي احنا بنشغلين بيه بيقول ان الدلتا بتساوي PL على EA، وخلي بالك ان الدلتا دي هي relative displacement النقطة النقطة، فلازم لما نيجي نعوض الاول، اول خطوة ابدأ بيها هي ان انا اجيب ال internal forces اللي موجودة عندي. عشان اجيب ال internal forces لازم اعمل equilibrium، او ان انا الجأ لل method of section في ال free body diagram. طيب يبقى اول حاجة عندي هي ال equilibrium وال internal. اول حاجة انا هقول ان sigma الفورسز في اتجاه الواي بيساوي 0. خلينا نفرض مثلا ان ده هو اتجاه البوزيتيف، فتلاقي عندي 15 ناقص 2 في 4 الفورسز اللي تحت دي، ناقص 2 في زائد الرياكشن اللي هيبقى موجود عندي هنا، خلينا نسميه مثلا R عند V. كل الكلام ده بيساوي 0، يبقى R V هيطلع في الآخر 9 نيوتنز بالبوزيتيف. تمام. خطوة بعد كده ان انا هرسم النورمال فورس دياجرام عشان اقدر احدد كل سكشن عنده تغير في الاريا، عشان زي ما قلنا لازم يكون ال L بتتعامل على الكونستانت E والكونستانت A. فخلينا نقول ان النورمال فورس دايجرام بتاعي اهو، نورمال فورس دايجرام ارسم ديتم يعبر عن الممبر بتاعي، وبعد كده عندي لو قطعت سكشن عند الجزء ده هلاقي ان هو بوزيتيف 15 نيوتن، فيبقى انا همشي من هنا قيمة 15 نيوتن لغاية اخر المنبر. تمام. وعند النقطة دي هلاقي لو قطعت سكشن يرجعني 8 نيوتن، يبقى 15 minus 8 يديني positive 7. يبقى من النقطة دي للنقطة دي يديني positive 7. تمام. وبعد كده هلاقي في 8 و8 اللي هي 16، هنا ده كان عندي 15 وهنا 15، قلنا ان ده tension لأنه كان بيتشد. بعد كده حصل دروب نتيجة التمانية طن، فيبقى 15 ناقص 8 فيديني برضو positive، لكن المرة دي positive 7. بعد كده يحصل دروب 16 مضغوطة هنا section 16 وفوق كان 7، فيبقى هتحرك عكس كنت بتحرك، ألاقيه نزل عمل لي دروب تاني بس المرة دي ب 9، وصل لي 9 وال 9 دي نيجاتيف لانه
كان عنده tension 7 وبعد كده اتعرض ل compression قيمته 16 وصل ل 9 وفي الاخر يقفل معايا عن ال 0. تمام، يبقى انا هنا عندي كام ريجن فيها constant P و E و A. خلينا نقول ان دي الريجن الاولانية، دي الريجن التانية، دي الريجن التالتة. نأبلاي الرول بتاعنا. يبقى تاني حاجة عندنا هي حساب الديفورميشن دلتا A with respect to point D بتساوي سيجما P L على E A. جت منين السيجما دي؟ هي مجموع الـ 3 regions، يعني بيساوي اللود في ريجن واحد عند الطول اللي عند ريجن واحد على E ريجن واحد في A ريجن واحد زائد P ريجن اتنين في L عند ريجن اتنين over الـ E عند ريجن اتنين في الـ A عند ريجن اتنين زائد الـ P في ريجن تلاتة والـ L في ريجن تلاتة over الـ E عند ريجن تلاتة والـ Area عند ريجن تلاتة. نعوض، هنلاقي الفورس في الريجن الأولانية بتساوي tension 15 نيوتن، اللينث للممبر ده هو 2 متر، خلينا نوحد النيوتنز، خلينا نشتغل بالميجا باسكال فيبقى نيوتن ومليمتر، فده نيوتن، أنا عايز أحول من 2 متر لمليمتر ضربت في 10 باور 3 over يونجز مودولس بتاعي اللي هو نيوتن مليمتر سكوير، يبقى over 29 في 10 باور 3 في الكروس سكشنال اريا بتاعتي اللي هو قايل لي عندي هنا ب 1 ملم سكوير. طبعا نكمل بلس الريجن 2 عندها اللود ب بوزيتيف 7 مضروب في اللينث اللي هو 1.5 متر فاضربه في 10 باور 3 عشان احوله لمليمتر over نفس اليونجز مودولس بتاعتي في الاريا بتاعتي اللي هي 2 اللي هي اتغيرت الارض زائد الريجن الاخيرة عندي الفورس بالنيجاتيف 9 مضروب في الطول بتاعي اللي هو 1 over يونجز مودولس في ال S section cross section يديني في الاخر positive 1.06 مليمتر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان نقطة A with respect to النقطة دي هتطول هتزيد مقدار 1.06 مليمتر.